لكن مش هننسى نقول لمارسيل كولر كل سنة وانت طيب، عيد ميلاده كان بالأمس، والراجل اللي كان سعيد جدا بردود أفعال جماهير النادي الأهلي ونشر بوست على صفحته بيشكر فيها جماهير النادي الأهلي. مارسيل كولر المدير الفني اللي دخل قلوب جماهير النادي الأهلي من البدايات، لأن البدايات حلوة البدايات على رأي عمرو دياب، لكن نتمنى إن شاء الله أن يكون في مزيد من الانتصارات، مزيد من البطولات، وأنا متفائل خير، لأن الراجل بيشتغل بشكل علمي وبشكل مدروس، وراجل بيبذل مجهود كبير جدا جدا مع النادي الأهلي، وحابب التجربة، ومش بس حابب التجربة عشان النادي الأهلي، عشان برضو نكون منصفين، الراجل ده بيبقى عنده نوع من أنواع الانتماء للمكان اللي بيتواجد فيه، سواء في أندية أو في منتخب زي ما شفنا مع منتخب النمسا، فهو حابب الشغل وكان فعلا جعان بطولات زي ما قال، ومعدته فاضية، فكمان جعان شغل، لدرجة أن طبعا المترجم بتاعه الأستاذ خالد اتكلم في وقت من الأوقات أن ساعات بنسيب النادي أو بنخرج من التتش الساعة 12، الراجل شغال طول الوقت، فبالتأكيد لكل مجتهد نصيب، وكل سنة وانت كولر، وكل سنة وانت بتحقق بطولات إن شاء الله مع النادي الأهلي، السوبر بس هو بداية الغيث. يعني مستر مارسيل كولر بالنسبة لنا فعلا من أسرع الناس اللي دخلت قلوب الأهلوية، يمكن ده تزامن مع نتيجة في أفريقيا نتائج جيدة، ولكن كمان فكرة أنه حقق لقب على حساب الزمالك بعد خسارتك بطولة لصالح الزمالك وهي الكأس غير الدوري، يمكن يعني الدوري نتائجنا المباشرة فيه كانت في صالحنا، إن أنا بتكلم على الكأس اللي كانت خسارة مباشرة ففرقت مع كولر. يمكن أنا شفت امبارح فيديو الكولر، يمكن هو ما نزلوش على فيسبوك أو تويتر، فشفته على انستجرام، الراجل بيصور وهو موجود في اجازته طبعا خارج مصر، وبيصور في اجواء طبعا واضح ان هي قاسيه البروده بعكس طبعا جو مصر اللي دايما جميل ربنا بينعم علينا بيه. كان خرج مارسيل كولر وبيتكلم يا جماعه في قد ايه هو مشتاق ان هو يرجع في اقرب وقت عشان يحقق مزيد من النجاحات، ويمكن ده بالنسبة لي الحتة اللي بقف عندها دايما، الراجل ده مسيطر عليه من ساعة ما جه، هاجس تحقيق أكبر قدر من الإنجازات مع النادي الأهلي، وقال طبعا يمكن كانت خرجت إشاعات سخيفة ومضحكة عن عروض بيتلقاها كولر للرحيل عن النادي الأهلي، ممكن بصوا بقى يا جماعة طالما الراجل بيجيب مع النادي الأهلي دايما هتلاقوا الإشاعات وهتلاقوا الكلام السطحي ده بينتشر دايما، فخرج كولر في بداية الفيديو بكل ذكاء بيقول أنا راجع قريبا جدا وفي أقرب وقت عشان متطلع أن أنا أحقق الإنجازات وأكتب التاريخ مع النادي الأهلي، وشكر جمهور النادي الأهلي اللي قال أنه في فترة وجيزة جدا بقى فيه ارتباط كبير جدا بينه وبين الجمهور. وعايز أقول يا جماعة الراجل ده مش بتاع كلام ومش بتاع مشاعر ومش بتاع كلام عشان يجذب الجمهور أو يلعب على مشاعرهم، لا الراجل ده واضح فعلا أنه هو حابب القصة، وإن شاء الله يكون ده نتيجة التتويجات. معانا بقى حاجات كتير جدا هتشوفوها معانا في الحلقة، ولكن بعد الفاصل استنونا، اوعوا تروح في اي حته، الاهلي خط احمر.